Sonah, Jasper, it was a 7-hour drive. وهلا نحن ببارك عم نتعشى. هلا خلصنا العشاء. اخذتنا ساعتين بس لنولع الفاير لانه ما حدا لانه الخشب قصدي كان مبلل لانه شتت. وهذا منظر كتير حلو. هون اسمه ليك ايديث وليك انيت. كتير حلو هون. هلا اليوم اول day of our trip. وهن هلا هن نروح نشوف الناس التاني. هلا هون بابا وعمو محمد عم يمشوا. ما بعرف اذا فيك تشوفون بعيد كتير بس هالكاميرا عم تقرب عليها. لبعدكم لفرجيكم. يعني they're far away بس هلا باخذكم على الكامب سايت مش على الكامب سايت بس وين قاعدين نحن. اوكي هلا هيدا عمو جهاد وبنته اميره عم يلعبوا هون حد الكامب. الكامب وين قاعدين هون. هي هرانا قرب. هلا هيدا هو اللي نحن اجينا فيه. كتير حلو. وهي مرته لعمو جهاد جوات عم مع البيبي الصغير. وهي انكل جيري. اميرة. وهي بنته اميرة. نو نو. ما بدها تتصور. وانا اسمعي. بس ليك رانا عم ترقص. نايس. أمية رامي هيدي الماما منى بدور. أنا حتى جبتها لحتى تجيب لي فاين بوي لايك يو وفاين جيرل لايك يور سيستر. اوكي هذا ديوان اوبس. هاي رامي. ثانك يو رامي. تعي اميره. اميره تعي تيك بيكتشر اون كول. طيب خالو قول شيء. ايه لحول. نحن اليوم نهار الخميس. نحن بمنطقه جاسبر. I think it's 9 لتسعة الشهر أو 8 الشهر. مين؟ 8 الشهر يعني. تركنا يعني صرنا هون تقريبا 8 أيام. تركنا جراند بريري الساعة 11 الصبح أو 12 ونحن اليوم هلا شوفوا الضوء ضوء مبين. نحن هلا الساعة بفتكر 8 أو 8 ونص I think so. 8 وربع يا. منطقة حلم حلم يعني مثل ما بنسمع إنه جنات وتحتها المي وانهار بتمشي تحتها. فعلا هذا هو المزبوط. نحن قاعدين ببارك هلا بجاسبر وحدنا هنيك وحمص وفطاير وكبه في هنيك اذا مبين بين الشجر الليك. ايه رامي if you can I already did all right. يمكن شفتوا هلا من شوي الليك بين الشجر. بحيرة شيء ما معقول قد ما حلوة وحواليها الشجر كله مرفوع ومبين بكثرة بشكل غريب. نحن خلصنا هلا الباربيكيو يو نو عملنا باربيكيو هلا هون و كانت منى مجهزة لنا الفطاير بسبانه وفطاير بلحمه والكبه كبه قراص كبه قراص صغيره وحمص بطحينه وسمبوس كيمي هذه الفطاير بلحمه وكل انواع الكبيس وكل انواع شو بدي لكم البيبسي هذا الغيره كله كله شغال.
وهلا الشاي عم نشرب شاي وعم نشرب قهوة وارجيلي وانا ابن عمه لإلهام عملت لها ارجيلي لبنت عمي إلهام اربع خمسة طويبي وعم تارجل ومبسوطة عم تشرب في جي شاي وصورنا هناك هيك اللي حوالينا هونيك المناظر إذا عم بتشوفوا دخني هلا بالمبين بفتكر واضح هيدي دخنة النار لو بتعمل شوت على النار شوي ايه اورايت هيدي دخنة النار اللي تقريبا على اخرها صارت وحقيقي نحن اليوم عم نعيش اجمل واحلى لحظات حياتنا طيب تقدروا تغنوا لي؟ ايه هلا بغني لك طيب بس عم نعيش احلى لحظات حياتنا وهلا بلش عم بنقط شوي ما ناقصنا الا انتم تكونوا معنا ماما وبابا والكل وبدور ومرت عمي وعمي وامل ما بنعرف مين هي هالامل بتطلع بتقول امل وحقيقي الشباب يعني زهير وجهاد ومنى والولاد كلهم يعني فعلا عم يعطونا وقت كتير 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 حلو ونحن قد ما نعمل وقد ما بنحكي ما بنكفيهم حقيقي طيب هي اموره يا صاحبي هلا لانه عم شتي بدنا نوقف التيبي ايمن هلو مرحبا هلا نحن عم نتغدى قصدي عم نتروى بريكفاست على عنده هوتيل اسمه باكرز هيدا هوتيل هيك كل اوضة هيك كابن صغيرة المنظر هون كتير حلو عنده فيو بتعقد هلأ بفرجيكم اياها نحن الطاولة تبعت القعد هون كل واحد عم ياكل هون وهي المنظر هلا بقرب عليه قالوا محمد ما حدا قادر يحكي معه لأنه نازل غاطس بالأكل هون بس نلفل سندويش منيجي منقعد هون ومناكلها لأنه تطلع على المنظر هون طولي بعد
هيدي هون جوزتي منى مثل ما شايف لابسة كنزة حمراء من العين وبنطلون أسود ايه شغل شيك بدور وأنا جوز وأنا جوز وأنا جوز هلا جوزتي هاي طلع لكم دعاية يا شيك بدور يلا محمد اليوم نحن باليوم الثاني من رحلتنا لجاسبر اليوم نحن بقريب لنهر هلا بتشوفوه بعد شوي بفتكر بمرقة جهاد على النهر منطقة كتير كتير حلوة بيعملوا فيها هون رافتينج يعني شو هيدا الزورة المطاط منطقة كتير كتير حلوة يمكن مبين معكم هلا بالكاميرا ورانا شجر وبعدين في ورانا مثل كابينات هذا اوتيل انتو شايفينهم بيوت صغيرة بس هذا اوتيل يعني فينا في الواحد يستأجر هون كابين ياخد بيت صغير او شي من النوع كتير كبير وبارك كتير حلو كراسي وطاولات نحن هلا تروقنا ظهرنا من الاوتيل تروقنا ترويقة كتير حلوة بيض وبطاطا ولبنة وزيتون كل شيء مع كل انواع الخضار منطقة كتير كتير حلوة هلا بتشوفوا على التل في شجر هيك يطالع كله أميرة أمورة ايه هذا هو النهر وفي مثل جزيرة تقريبا هون الجزيرة بشبه جزيرة وعليها كتير كتير حلو التباس ايه مظبوط التباس كتير كتير حلوة يعني كل يوم عم نروح على منطقة عم نلاقي منطقة شوف 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 مين هو هذا أكثر. رامي مين سو رامي مين؟ لك شوارب انت يا اخ عمو على برا حط ايدك على شواربك حطهم وهالفان الفان نحن ما صورناها هيدي الفان اللي الشباب استاجروها استاجرها زهير اللي مشينا فيها فان موديل ال 94 1994 ماشي بس 4000 بعدها براند نيو وهيدا الاوتيل من بعيد تقريبا مثل ما شايفين منطقة كتير كتير كتير
علو المي هون يعني علو الشلال 25 متر اصلا جاي بقوه النهر وعلى العلو على العلو اكثر بيعطي ضغط اكثر. Hello, where are we going, Mona? Oh yeah. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. صورة مالي هون كانت كمان مثل ما قال زهير هلا انه النهر شايف منه تمشي ودليل دليل انه هون هل مثل ما شايفين الصخر والهذا كله مقطع تقطيع دايب من ال دايب من ال من المي يا يا اوه هون عندنا واحد شوي صغير وي ماست تيك كير شوي Here we go. Is it okay with you? Is it running? Yeah. Still, huh? Okay. ما هالباث بيعقل كتير حلو. كتير حلو برافو. وتصويره حلو كتير. انتبه الواحد. نو حلوة. ما حلوة؟ بلا. تاخذوها من بعيد يعني؟ يلا ماما اعمل لي ادفنتشر بعدها. Can you guys see the هلا مام سوري انديانا جونز. بس انتبهوا شوي من التصحيح شباب. مثل ما شايفين ال يا يا ماي جرانتي كوفي جرو. حلو 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 ماشي الحال. هلا ليك هاي ريفر هيدا هوني واحد وما واحد ما تصدقوا هيدا رامي اوكي اوكي جود ما تصور الوحلات هولي عم بتصور؟ يا ايه بس تحت ما تصور الوحل هذا بهمنا تصور هيك عم لا كله اتس رولينج ايه ايه اللي عم بينزل واعمل هيك شوي 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 ايزي ايزي اوه يا بطل يا حلو هاف يو سيكل ريلز هون اوكي هاف يو بيكتشر ذيس مان النطه تبعيتي اوكي هلا نازلين داد ايه حضركم مكفيين ايه هلا بنرجع نطلع من هون شو هيدا ريفر في اصلا سير اوكي بعد عم صور هذا اهم شيء انه رامي انه رامي عم بصوره نو رانا نو رانا يلا معلي صوري لنا رامي بليز اوكي يلا رام هاي كاتش كاتش ذا ريل اوكي يا I'm not trying to be a pervert. No, no, no. Oh, no, it's Sit. Rana, please. Hello. All right. Hi, Mona. Hi. I can't see Elham. As a khalo, Elham. Khalo, what do you like, Shway? Okay. اوكي وماما بتقرا بلا